ما تم... بس بس اسكتي هقول لهم على كل حاجه ماشي. طب انزلي اوكي. النهارده الفيديو غريب شويه عن خدمه العملاء. خدمه العملاء دول انا ليه ناس صحابي خدمه العملاء فبيجي لهم اتصالات، هم يعني همتهم اللي هم بيساعدوا الناس. فساعات في ناس بتكلمهم باستظراف، يعني ساعات بيقل ادبهم، ساعات بيتشتموا، هم اصحابي يقولوا لي كده. وساعات برضو في ناس كوميديه بتعمل حاجات كده بتخف دمها، وهم ساعات بيعملوا ميوت، الميوت ديت اللي كتم اللي هو كتم الصوت عشان لا يضحكوا، عشان ممنوع في خدمه العملاء ممنوع حد يضحك. وتاني حاجه او ممكن يوصلوا الناس للاداره يعني عشان يساعدوهم وكده بس. فالفيديو دوت اتعمل له ميوت كتير قوي عشان انا خليت بطوطه قالت لي عايز اتكلم خدمه العملاء، فهي كلمت خدمه العملاء فالحصل ميوت كتير عشان هم هيموتوا ويضحكوا بس، وانا واثق ان هم كانوا بيضحكوا بس. الفيديو هدفه ان انا يعني الضغط الشغل اللي عليهم فانا بفضفضهم شويه في فيديو بطوطه بس، وانا بحبكم. ايوه استنونا. اوكي لو بطوطه كلمت خدمه العملاء ايه اللي هيحصل؟ يلا نشوف. بس Thank you.
طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه خليك معايا ثواني. طب